بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله أن هدانا للإيمان وللإسلام. الحمد لله أن أكرمنا برمضان. الحمد لله أن شرفنا بالقرآن. الحمد لله أن خصنا بمحمد عليه الصلاة والسلام خير رسول وأعظم رسول، وصلى ربي وسلم وبارك على صفوة الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، طاب جمعكم في جامعكم هذا الجامع الطيب المبارك الذي يضم إن شاء الله تعالى نخبة من المؤمنين في هذا الشهر الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة، وأن يدفع عنا وعن الأمة كل غمة. آمين. وبعد، نحن في موسم يجب أن تستثمر كل دقيقة منه. هل تعلمون أنه مضى ربع الشهر؟ تتوقع؟ خيال. امبارح أنهينا الربع، بقينا ثلاث أرباع. اوعى تضيع من هذا الموسم ساعة، شو لك دقيقة بتكون مبالغة، لكن لا نضيع ساعة في غير طاعة إن شاء الله تعالى. سمعت في الآية الكريمة وإن كنا عن دراستهم لغافلين، الأمتين اللي من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم. يا سلام، دراستهم، الدراسة. إذا كان مطلوب مني أدرس الأمم السابقة شلون موقفي من القرآن، إخواني القراءة شيء والدراسة شيء. إحنا كنا في سورة الأنعام، داش فصاحة يعني. طيب الأنعام تحكي عن الأنعام، لكنها سورة العقيدة بامتياز، مثل ما بنقول دائما. تكلمت عنها في مسجد آخر، لن أكرر الكلام لأنه الكلام لا ينتهي من فضل الله. ونكرره ليه؟ الكلام عن الأنعام بحر، يمكن بدون مبالغ كاتب عن الأنعام ما يملأ شوال. اي والله من فضل الله، ولسه هذا بدايه الحديث. اي والله اخواني، القران اغنى من كل ما نتخيل. على كل حال، قلت هي سوره العقيده، اعتقد انها نزلت في منتصف مده الدعوه في مكه، في المنتصف، وقد اشتدت المعارضه للقران والحمل على القران، وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون الناس وينأون بأنفسهم. لا تسمعوا لهذا القرآن، بيعرف إنه لو سمع العربي القرآن دون الحمولة المسبقة من الصد سيؤمن. لكن الإعلام، ما كانش وقته في إعلام، ما كانش في إعلام، بلى اختلف يمكن الوسائل، ما فيش تلفزيون، ما فيش راديو، ما فيش مش عارف إيه ولا إيه، لكن نفس المبدأ موجود، التضليل شغال قديما وحديثا، قديما وحديثا التضليل موجود، ينهون عنه وينأون عنه. خلينا نأخذ، تواصينا معاكم في المرة الماضية بمدارسة القرآن، تتذكروا، وطرحنا خطة مستعجلة. طب شو رأيك الآن نتكلم عن الأنعام، نرسم لها خطة. أولا نكتشف وحدتها الموضوعية، واحد، مئة موضوع فيها يا شيخ، صح، ولكنها في النهاية وحدة واحدة. أنت كم عضو، كم جهاز، جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز مش عارف عصبي مليان أجهزة، في النهاية أنت كم واحد، واحد. كم مليار خلية فيك، في النهاية واحد. هل الدماغ مثل المعدة؟ لا، إذا أنت اثنين ثلاثة، لا، كيان واحد، هكذا القرآن وله المثل الأعلى طبعا. إذا لها وحدة موضوعية واحدة، التوحيد إن شئت قلت، من خلال النظر في الكون. مليانة السورة، انظروا ماذا في السماوات، انظروا. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رأى كوكبا، رأى القمر بازغا، رأى الشمس، كلها مليانة فيها كلمة أرأيتكم مرتين، لم يرد غيرها في القرآن، تخصصت بها سورة الأنعام.
أرأيتكم. أرأيت مليان. أرأيتكم في القرآن ما فيش غير مرتين. هم اللي في سورة الأنعام. لأن وحدتها الموضوعية رقم واحد. اثنين نقسمها إلى مقاطع. المقطع الأول، المقطع الثاني، طبعاً بين مقطع ومقطع زي مفاصل الجسم. رابط شديد الارتباط وإن كنا قسمناها إلى مقاطع. رقم اثنين. رقم ثلاثة، هذه السورة فيها الوصايا العشر اللي سماها علماءنا الوصايا العشر. شو هي؟ قل تعالوا أتلوا أواخر السورة، ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره، والوفاء بالكيل وعدم قتل الأولاد. عشر وصايا، آخر وصية منهم ما هي؟ أن نتمسك بهذا المنهج ونعتصم بهذا المنهج. عشر وصايا كتب، يعني بدها كتاب لوحدها. هذه نعود ندرسها دراسة. ما قولكم نجتمع مجموعات وندرس السورة ثم نتبادل خبراتنا؟ وين وصلت لأني أي شيء؟ مكتوب في الأنعام كتب بلا عدد لوحدها، وكتب أحيانا من ضمن التفسير العام. الخلاصة هي من سور الحمد، وراها على طول ألف لام ميم صاد الأعراف. الفاتحة أول سور الحمد، وراها ألف لام ميم. واضح المنهجية يا أخواني؟ بعدها شوف، لاحظ الفاتحة سبع أجزاء، جت الأنعام. الأنعام سبع أجزاء، جت الكهف. الكهف بعد سبع أجزاء جت سبأ وفاطر تباعا، وراهم ياسين. إذن وين ما وجدت ألف لام ميم، وين ما وجدت الحمد، وراهم حروف مقطعة. الفاتحة وراها البقرة ألف لام ميم. واضح إخواني؟ بدنا نكتشف لطائف القرآن ودقائق القرآن. سمعت في التلاوة وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، في نص اللي حافظ القرآن خلائف ولا خلفاء في سورة الأنبياء؟ من حافظ؟ يا إما خلائف يا إما خلفاء، نفس النص تقريبا. سورة الأنعام نسق مع سورة الأنبياء. ونعم سورة الأنعام فيها اسم 18 نبي، إذن هي سورة الأنبياء. واضح إخواني؟ يعني خلائف هون وخلائف هون، إذن بينهم قطعا في نسق. سورة الأنعام ذكرت كم نبي؟ 18 نبي، أبرزهم طبعا إبراهيم قولا واحدا. وفصل قصة، لأن العرب بيعتبروا نفسهم على ملة إبراهيم. تحلم تحلم. قال ورب هذا البيت إنني على ملة إبراهيم. والله ما أنت على ملته، اللي على ملة إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا له حبا وله اتباعا يا رب العالمين، ولا تحشرنا إلا تحت لوائه يا رب العالمين. إياك إخواني أحبابي، إياك 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 أن تمشي وراء أحد إلا محمد. أوعى، كل أحد غير مأمون ولا مضمون إلا محمد. من الخلق ما في حد يمشي وراء عالم مش عالم، بخذ لك في نص الطريق، ببيعك، بزوغ، ببطل. ما شاء الله. كم من توهمنا أنه تفاهم عليها، بعدين طلعوا أنه بنكلة بسواش. عمو الدين مش للبيع، الدين نبيع له أرواحنا، مش الدين بنبيعه عشان نشتري منافعنا. نيل عليك وعلى المنافع وعلى الدنيا، لكن لو جمعوا لك الدنيا من أطرافها وحستها ما الفائدة؟ كل الدنيا أصلا ممر، نقطة ترانزيت. بس نفهم الكلام، نقطة ترانزيت الدنيا. حد بقعد في الترانزيت بيعمل مقلوبة؟ قال هي مرة في معانا طنجرة، قالت له لا بريموس، قاعد دوك بريموس الغاز بيعمل مقلوبة في الترانزيت؟ ما في مقلوبة في الترانزيت. ترانزيت تقعد أقصى حد تشرب فنجان شاي. هذه الدنيا نقطة ترانزيت، ما تلزق بيها. اعمل للآخرة، اجعلها قنطرة للآخرة إخواني.
بقوله بيطول، والله إني أكره الإطالة، أقول لك يشهد الله إني أكره الوقفة. الله يشهد، والله لولا أنها أمانة ما وقفت. لا والله، مش هواية، مش هواية، يعني الوقفة مسؤولية مش هواية. شو قالوا؟ شو قصد؟ شو بيعني؟ بلمح لوين؟ قروشة، الله لا يوريك. الحمد لله احنا يعني لسه بعافية، إن شاء الله نظل بهالعافية. بالنسبة لغيرنا احنا بدحة يعني. بالنسبة للي نجنوا مرة واحدة من أمه ما عرف إيش في المريخ. انجنوا شطبوا بالمرة، مثل ما بيقول الإعلام العالمي، أكثر إيش نسيت، أكثر ثلاث دول تعادي الإسلام في العالم إسرائيل. لا ثلاث دول عربية ما بسميهاش طبعا عشان ما نعملش مشاكل، بخطرش على بالك والله ولا بال الجن، والله لا على بالك ولا بال الجن. مش موضوعنا، خلينا بموضوعنا. سورة الأنعام نخلص. الأنعام، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذن دليل على الله، يخرج مولانا منها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تأكل برسيم بطلع لك حليب، كيف شو العلاقة؟ الدجاجة بنعرفها شعير بطلع لنا بيض، ما العلاقة بين الشعير وبين البيض؟ مش علاقة، كيف طيب؟ وهذه الأنعام سبحان من خلقها، خلقها آية من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. مناسك الحج، الهدي مرتبط بالأنعام، الذبح بسم الله مرتبط بالأنعام، آية تدلك على الله، كانت وسيلة المواصلات الأنعام. الأنعام حياة الناس كلها، مهور إكرام الضيف كله مرتبط بالأنعام. الآن فكر بطعامك، حليب ومنتجات الحليب، أجبان، ولا ألف نوع الأجبان، أنو ألف أكثر، غذائنا من الأنعام الرئيسي. والشركات الأمريكية اللي احنا منشبين عليها انشباب، شب تشب اللي بحاربوك ليلة ونهارة وانت منشب على مطاعمهم، لوش ممكن أفهم؟ مو جنك فود هم بيسموه، جنك فود يعني جنك فود يعني غذاء ربش، مثل مشروباتهم الغازية، سموم من أسباب السرطان. يا مسلمون، أما أن نتخذ قرارنا، الحكومة تفعل ما تشاء، نحن بنتخذ قرارنا، مش احنا وراء أحد، احنا قرارنا من راسنا، نستناش لما الحكومة تقول. يا شعب، لن تقولها دولة من الدول، ريح راسك، نقولها نحن الشعوب، بدنا نقاطع منتجات أمريكا نقطة، ومنتجات الصين ما استطعنا طبعا، لأن كل الآن شيء من صنع الصين، يقتلون المسلمين والإعلام العربي يدافع عنهم. مجلات مصر بتقول الإسلام المفترى عليه في الصين. الصين ده بيعلموا الناس التهذيب ويتخلصوا من الأفكار الشيطانية. إيه والله، من الأفكار الشيطانية. شوف حرب الله يا إخواني، عم بحارب ربك سبحانه، لكن اللي عم بيذبحوا المسلمين. أنا أصطف إلى جانبهم، نعم، هذا وضع الإعلام المصري. الإعلام المصري سياسته من رأسه طبعا، لا، سياسته من المعلم، والمعلم سياسته من المعلم اللي برا على المكشوف. الآن صار اللعب كله على المكشوف. حتقول والله ما أنا فاهم الطبخة، تبقى مع احترامي لبخة. اللي مفاهم الطبخة معناها إنه لطخة. مش معقول، انكشف كل شيء الآن، صار كله على المكشوف، واللي بيصطف وراهم ما يقول لي ربنا يا رب والله ما كنت فاهم. هذا خلقته ليش؟ بدنا نفهم. إذن ألف لام ميم صاد الأعراف، فصلت ما أجملت سورة البقرة. إذن ألف لام ميم صاد، تفصيل ما أجمل في البقرة. قصة آدم مجملة في البقرة، قصة آدم مفصلة. قصة بني إسرائيل الصاعقة مجملة في البقرة، مفصلة في الأعراف، وهكذا. إذن ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، خلاصته. أول الأعراف، الأعراف سورة قصصية. الأعراف ما لها؟ ما الأعراف؟ السور
الفاصل بين الجنة والنار، وضرب بينهم بسور عرف الديك أعلى ما في الديك. المرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، العرف أعلى شيء، أعلى شيء، عرف الديك أعلى شيء، وهكذا. إذن الأعراف السور العالي المضروب بين الجنة والنار، فضرب بينهم بسور له باب. الخلاصة سورة الأعراف فصلت مشاهد القيامة، وفصلت قصص النبيين آدم فنوح فهود فصالح فشعيب فلوط، أكثر يمكن سورة من أكثر السور فصلت قصص الأنبياء سورة الأعراف. في السورة نفسها خذ العفو وأمر بالعرف، نسق حتى الألفاظ تجي نسق. بدنا نكتشف إخواني هذه الأنساق وهذه الروابط. لما قلنا لك الفاتحة وراها ألف لام ميم، الأنعام وراها ألف لام ميم صاد، الكهف وراها كاف ها يا عين صاد، شفت يا سبأ وفاطر الحمد الحمد، وراهم ياسين، وسبع أجزاء سبع أجزاء سبع أجزاء. سبحانك، القرآن بدك تكتشف منهجيته. ما منهجية سورة الأنعام؟ كثرت فيها الأسئلة، كثرت فيها الأسئلة، قل أرأيتكم، قل أرأيتم، كثرت فيها الأسئلة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربك، مليانة ولأربعين مرة النظر والرؤية والمشاهدة، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، مليانة الشهادة. ما هي لما سميت شهادة؟ من المشاهدة، أشهد أن لا إله إلا الله كأنني أشاهده سبحانه، وأشهد أن محمد رسول الله كأني أشهده، والله في قلوبنا عايش صلى الله عليه وسلم، والله ما في الدنيا أحد يشغلنا مثل ما بيشغلنا حب محمد صلى الله على محمد. إذن أشهد كأني شايف بعيوني أن محمدا رسول الله. طولنا عليكم، نكتفي بهذا القدر. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبارك الله لنا ولك في القرآن العظيم. نتدارس القرآن، وصيتي إحنا الليلة صلي بدنا نصلي كم ركعة؟ 17 بعدد ركعات كل يوم من الفجر إلى العشاء 17 ركعة. صلاتنا التراويح مع العشاء 17 ركعة، يعني بعدد ركعات اليوم من كرامات رمضان. علمنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.